السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار السادسة من المرابطون نستهلها بالعناوين: تواصل زيارة الرئيس الموريتاني لولاية العصابة ومدينة غارو ثاني محطات الزيارة التي تستمر 4 أيام. وزير الشؤون الإسلامية يقول إن الإجراءات الجديدة لتنظيم موسم الحج لهذا العام ستتيح بسهولة التسجيل وتضفي مزيدا من الشفافية. اجتماع مرتقب مساء غد بنواكشوط لكتلة أحزاب المعاهدة لنقاش مستجدات الساحة السياسية في موريتانيا. أهلا بكم. يواصل الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز زيارته لولاية العصابة، حيث وصل صباح اليوم مدينة غارو ثاني محطات زيارته للولاية. وقد زار الرئيس بعيد وصوله غارو المركز الصحي بالمدينة، هذا وقد عرضت بعض النسوة في مدينة غارو على هامش زيارة الرئيس بعض المنتجات الزراعية والفواكه والملابس من صناعتهن اليدوية المحلية. في التقرير التالي يقربنا من الموضوع. ليست هذه العروض ضمن اليوم الدولي للمرأة ولا ضمن فعاليات مهرجان المدن القديمة، ولكنها بعض النسوة تقدم عروضا من صناعاتهن اليدوية ومنتوجاتهن الزراعية على هامش زيارة الرئيس محمد العبد العزيز لمدينة غارو. ضمن هذه المعروضات هناك زرابي وأفرشة وحصائر صنعت يدويا، وهناك أيضا بعض المنتوجات الزراعية، وهناك غرست بعض النسوة شجيرات ونخيل، وعرضت أيضا بعض الملابس التي تتم صناعتها يدويا أيضا. على هامش أو فوق هذه المعروضات لافتات ترحيبية ولافتات باسم التعاونيات التي أنتجت هذه المنتجات والصناعات اليدوية. هناك أيضا بعض الفواكه وبعض الحلويات التي تمت صناعتها يدويا. إذن هذا المعرض تحول أو هذا الاستقبال تحول إلى معرض للصناعات اليدوية والمنتجات الزراعية، ولكنه في نشاط سياسي واستقبال للرئيس محمد العبد العزيز الذي يؤدي هذه الأيام زيارة لولايته العصابة ضمن جولته في ولايات الداخل الموريتاني. أبو بكر الإمام لقناة المرابطون غارو. شهدت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون فاطمة فال من تصوينع بالجهود التي قالت إن الحكومة الموريتانية بذلتها في سبيل تحقيق الأمن والتنمية وتسهيل فرص الاستثمار في البلد. جاء تصريح من تصوينع في خطاب ألقته خلال مؤتمر أقيم بجاكرتا بمناسبة ذكرى 60 على مؤتمر آسيا وإفريقيا. زار وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد والله الداود بعض المراكز التي يتم فيها تسجيل الحجاج على مستوى العاصمة نواكشوط، وتأتي هذه الزيارة أياما بعد إعلان الوزارة عن إجراءات جديدة على عملية الحج هذه السنة، تهدف وفق الوزير إلى تسهيل الإجراءات عبر اعتماد آليات فنية، وذلك بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسجل السكاني والوثائق المؤمنة. هذه الزيارة اللي بدأت يوم أمس هي من ضمن إجراءات ومن ضمن إصلاحات بدأنا فيها هذا العام من أجل تحسين موسم الحج، ومن أول هذه الإصلاحات هو على أن هذه العملية تعود تتم بهذه الطريقة اللي شفتوا تتم فنيا عن طريق هذه الأجهزة الفنية بالاتفاق مع الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة. وهذه العملية من إيجابياتها هي على الاكتظاظ اللي كان يخلق والازدحام اللي كان يخلق على مكتب واحد من أجل تسجيل الناس كاملة، هذا اليوم مات له خالق. هون نواكشوط فيها أتسع مكاتب تستقبل المواطنين، وجميع عواصم الولايات كاملة مفتوحة وتستقبل مولي الناس، وفي النهاية بعد وهذا مستمر 20 يوم ولين تفوت يوفا كامل لتعد القرعة على 1400 حاج هي اللي يتم اختيارها. هذه 1400 تختار مولي عشوائيا، الجهاز هو اللي يختارها بالقرعة. إذا هذا فيه إيجابيات، واحدة على أن ما تاتفم أيادي تعود متهمة بأنها تقلع زيد والله تديره والله تقلع فلان والله تقلعه، ما عملية فنية آلية ما تقدر أجي أغيرها.
قالت مصادر إخبارية إن كتلة أحزاب المعاهدة من أجل التناوب السلمي تعقد اجتماعا يوم غد لنقاش مختلف المستجدات السياسية والاجتماعية، ويرتقب بعده أن تصدر بيانا أو تعقد مؤتمرا صحفيا لتوضيح موقفها بشأن هذه المستجدات. هذا ويأتي الاجتماع المرتقب بعد أيام من تسليم المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وثقة ممهداته للأمين العام للرئاسة الموريتانية. يرتقب أن تحتضن العاصمة نواكشوط يوم غد تنظيم النسخة الثالثة من مسابقة المرافعات التي تنظم بالتعاون بين المعهد الدولي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين. هذا وينتظر أن تتضمن المشاركات مسابقات عربية وإفريقية وغربية من بلدان مختلفة، ويتمحور موضوعها حول حقوق الإنسان. متقدم هذه السنة تجاوزوا 30، ونظرا لمعطيات تنظيمية تم أخذ بعد تشكيل لجنة من الهيئة الوطنية للمحامين والمعهد والسفارة الفرنسية ووزارة العدل، تم إبقاء على 9 مشاركات. هؤلاء الزملاء المحترمون المحامين سيتنافسون يوم الأربعاء المقبل على خشبة القاعة الكبيرة بقصر المؤتمرات، من أجل أن تكون هنالك جوائز الأول والثاني والثالث. دائما هنالك جوائز معروفة ومهمة تتوج بها هذه المسابقة. الموضوع يتعلق أساسا بموضوع حقوق الإنسان، فالمشاركة يجب أن تكون حديثة، موضوعها يجب أن يكون حديثا، أن لا يتجاوز 3 سنوات، وأن يكون يتعلق بموضوع من مواضيع حقوق الإنسان. هذه هي الشروط العامة التي ونحن الآن كما قال المدير المعهد هنالك مشاركات من عدة دول إفريقية غربية من دول عربية شقيقة. نظم عدد من شباب مقاطعة تركيز بنواكشوط مسيرة احتجاجية انطلقت من أمام مبنى الجمعية الوطنية وانتهت باحتجاج أمام عدد من الوزارات للمطالبة بتوفير خدمات الماء والكهرباء والصحة والتعليم. وطالب المحتجون الرئيس الموريتاني محمد ول عبد العزيز بالاهتمام بالولاية وتوفير مطالب ساكنتها. كما احتج عدد من الشباب حملة الشهادات العاطلين عن العمل أمام الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب بنواكشوط مطالبين بتوفير فرص عمل تنهي بطالتهم المستمرة منذ السنوات. وقال المحتجون إنهم سيدخلون في اعتصام مفتوح إلى أن يتم تشغيلهم، مضيفين أنهم تلقوا الكثير من الوعود من طرف الجهات الرسمية لكنهم لم يحصلوا بعد على فرص عمل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. ضد البطالة وتهميش حملة الشهادات تسير التظاهرات في العاصمة نواكشوط، ويحتج العاطلون أمام وزارات عديدة ووكالات التشغيل التي احتج أمامها بعض الشباب الموريتاني من حملة الشهادات مطالبين بالتشغيل والإدماج في الوظيفة العمومية. نحن هم اللحمة الوطنية ومحمد الشهادات الإلهي نبن إن شاء الله موريتان الصبح. اسمحي لي نعود نبن موريتان ونحن مهمشين. اسمحي لي نعود نبن موريتان ونحن مطحونين. اسمحي لي نبن موريتان ونحن منكوبين. اسمحي لي نحن ذولاه نبن موريتان. اسمحي لي يعود الأجيال الجاية لا يتعود تقرا. هذا مثال سيء للقرايه، اللي تعود الشهاده ملامه وجابر حقه. بسمح الله معناه الناس قاعد تمشي تزرع هنا قاعده كامل تعود الحياه عندها بلا معنى. التظاهرات المطالبه بالتشغيل يريد من خلالها اصحابها ايصال رساله مفادها ضروره وضع حد للبطاله التي تقول السلطات الموريتانيه انها تراجعت لحدود 10%، فيما يؤكد الشباب أن الضر قد مسهم ولم يجدوا في الوعود التخديرية على حد وصفهم أي فوائد تذكر. تقريبا قرابة سنة بشكل موضوعي نازل على أرض الواقع إياكم حق مطالبنا، وجبرنا قدر من الوعود وبان علينا لا الوعود الكاذبة، وعندنا هنا تياها إن شاء الله تعالى اعتصام مفتوح إلى ما لا نهاية، إلينا نحقق إن شاء الله مطالبنا إن شاء الله كاملة والطرق كاملة إن شاء الله ندور إن شاء الله نقبضوها جميع الطرق السلمية ندور نقبضوها.
التظاهرات الشبابية في العاصمة المطالبة بالعمل ظلت طيلة العام والأشهر الماضية تتواصل بحثاً عن وظائف في ظل الحديث عن سياسة إشراك الشباب ودمجهم. فهل تظل التظاهرات المطالبة بالتوظيف مشهداً ثابتاً في العاصمة وواجهة أمام إدارات الدولة دون حلول؟ رياضياً، وضعت قرعة نصف نهائي كأس الرئيس الموريتاني متصدر الدوري حالياً النادي سنيم كانسادو في مواجهة ثالث الترتيب العميد الأقصر ونادي صلاح الدين في مواجهة نادي تجكجا. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. قرعة نصف نهائي كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهتين قويتين. حامل اللقب في النسخة المنصرمة نادي الأقصر في مواجهة متصدر الدوري حاليا سنيم كانسادو. وفي هذه المباراة الكثير من الجدل. الأقصر هذه السنة يعلنها جهارا نهارا: نحن لنهب الفرق الكبيرة لأننا نعد الأعرق في العاصمة نواكشوط. ولذلك مواجهة سنيم كانسادو قد لا تشبه التعادل الأخير مع تفرق زينة بهدفين لمثلهما، لكنها لا تقل حجما عنها. والواقع يقول إن سنيم هذه السنة نواياه اتجاه ثنائية الكأس والرئيس باتت مكشوفة جولة بعد جولة من خلال سلسلة انتصاراته المتتالية واعتلائه أخيرا على هرم ترتيب فرق الدوري الموريتاني. ولذلك العميد الأقصر لن يكون في نزهة، وطريقه نحو نهائي كأس هذا العام قد يكون محفوفا بالأشواك. فالنادي المنجمي يعتبر حاليا أكثر الفرق الموريتانية استقرارا في الأداء. في المواجهة الثانية مفاجأتان وعنوانان عريضان في هذا الموسم. تجكجا الذي وصل إلى الدور النصف النهائي بعد أن نجح في إزاحة كل من بطل الدوري في النسختين الماضيتين أفسن وذبو، وصاحب المركز الثاني حاليا في ترتيب فرق الدوري نادي تفرق زينة، سيكون في مواجهة فريق مغمور أزاح الجيش الوطني عن طريقه وفرقة تجمع أمن الطرق. وقال رئيسه إنه يحترم الفرق المتواجدة في الدور النصف النهائي، لكن حظوظه في التأهل للنهائي ستظل قائمة. باختصار هو نادي صلاح الدين من مدينة كجوجت، والذي سجل له التاريخ أنه وصل لمحطة ما زالت عصية على نظرائه من الفرق المغمورة. وإن أخفق في عدم الوصول لنهائي هذه السنة، فقد كان ضيف شرف ثقيل ومزعج خاصة للفرق الكبيرة. قال نائب رئيس نادي تجكجا الطالب ولم رابط في تصريح للمرابطون إنه كان يتمنى أن لا يلاقي ناديه إحدى الفرق الكبيرة في نصف النهائي المقرر في الثالث من شهر مايو المقبل. أكيد نحن جبرنا ثلاث أندية من الدرجة الأولى، وكنا فصل حقيقة وصراحة كاملين نتمناو أن نجبروا يطيح علينا نادي ثلاثة، يطيح علينا نادي الوحيد اللي يمثل الدرجة الثالثة، اللي نظريا يعود هو ضعف الممثلين الأربعة. يقر مباريات كرة القدم تلتعب على الأرضية ولا يقدر يستهز أبدا بأي خصم. ندعو جماهير مناصر تجكجا كاملين هم يجوا بتكافؤ ويحضروا لنصف النهائي ويشجعوا ناديهم اللي العام نتائجه، وخاصة مع مدربه الناجح سيدي نجاي حقوا كثير من الانتصارات، وخاصة الحقيقة مجهود اللاعبين اللي تضحياتهم من أجل النادي لا تعد ولا تحصى. من جهة أخرى، قال رئيس العصبة أو العصبة الجهوية لكرة القدم بولاية إنشيري محمد فال والمحمد إن نادي صلاح الدين رغم أنه يلعب في دوري الدرجة الثانية والفرق المتأهلة لنصف نهائي كأس الرئيس الموريتاني فرق قوية وتلعب في دوري درجة أولى، فإنه سيقدم أداء رائعا وسيقاتل من أجل الفوز. الدين نادي من الدرجة الثانية والأندية الثلاثة من الدرجة الأولى، إذن القرعة مع أي كان نفس النتيجة، هم أندية كبيرة، أندية لهم مميزات الدرجة الأولى، لهم إمكانيات كبيرة، ونحن فريق مغمور، لكن الأولاد عليهم عندهم تحدي، عن تشالنج، هذا تحدي عليهم أن يكسبوه.
جاءوا إلى النصف النهائي، كل أحد يتساءل لماذا هم في النصف النهائي. الآن سيلعبون هنا النصف النهائي، عليهم أن يظهروا الإمكانيات التي عندهم، وأنا واثق من أن الشباب قادرين على لعب النهائي سواء كان مع سنيم أو تجيكجا أو 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 الأقصر أو الأقصر. ستكون مباراة جميلة، هذا ما أضمنه لك، أن تكون مباراة جميلة. وكلمة يرجعني ودائما مع تصريحات مسؤولي الأندية، حيث قال الرئيس المنتدب لنادي الأقصر مي والعلي إن ناديه سيواجه فريقا قويا هو فريق سنيم المتصدر حاليا للدوري الموريتاني لكرة القدم، مضيفا أن حظوظ فريقه في الفوز كبيرة لكن المباراة لن تكون سهلة للغاية. القرعة مصيفة على كل حال، نحن نواجه فريق سنين، فريق قوي متصدر الدوري مؤقتا حتى الآن. يقول عود حظوظنا أكثر من الفريق يتنقل خارج ديار لعب نواكشوط، ونحن يلعبون ملعب اللي نعرفه قدام جمهورنا، قد يكون الحظ في صفوفنا ونخوض مباراة لن تكون سهلة. حظوظنا كبيرة في الوصول مباراة النهائي للدفاع عن اللقب اللي حاملينه السنة الماضية. صراع اللحظة الأخيرة بين الأندية الموريتانية تجكجة تفرغ زينة الأقصر، من سيفوز؟ نهاية نشرة أخبار السادسة من المرابطون، وقد تابعتم فيها تواصل زيارة الرئيس الموريتاني لولاية العصابة ومدينة غاروذاني، محطات الزيارة التي تستمر 4 أيام. وزير الشؤون الإسلامية يقول إن الإجراءات الجديدة لتنظيم موسم الحج لهذا العام ستتيح سهولة التسجيل وتضفي مزيدا من الشفافية. اجتماع مرتقب مساء غد بنواكشوط لكتلة أحزاب المعاهدة لنقاش مستجدات الساحة السياسية في موريتانيا. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة على حساب صفحتنا على الفيسبوك والظاهري على الشاشة. في 6:30 تتابعون حلقة جديدة هذا المساء من برنامج المشهد، وتناقش موضوع انتخابات مجالس الطلاب على مستوى جامعة نواكشوط بعد 4 سنوات من عدم تنظيمها. في 9:00 نشرة إخبارية مع أمامة أحمد. في أمان الله.